والآن مشاهدينا الكرام ننتقل بحضراتكم الآن إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النهاردة أنا بسعد وبشرف بوجودي مع حضراتكم في هذا المؤتمر الصحفي، وبحضور الحقيقة عدد من كبار شركات الاستثمار العاملة في مصر، واللي بوجه لهم الشكر على وجودهم معنا النهاردة، واعتذاري على تأخر يعني طبعا عقد المؤتمر نتيجة لطول فترة اجتماع مجلس الوزراء. ولكن الحقيقة يمكن النهاردة احنا هنركز شوية على موضوع حل مشاكل المستثمرين والاستثمار والخطوات اللي بتقوم بيها الدولة لتشجيع الاستثمار في مصر. ولكن يعني هستأذنكم قبل ما ندخل على هذا الموضوع، ان انا برضو بجد هذا المؤتمر فرصة ان احنا نعرض النهاردة عدد من القرارات المهمة اللي اخدها مجلس الوزراء النهاردة. الحقيقة النهاردة كان اجتماع مجلس الوزراء الجزء الاكبر منه مخصص لعرض مشروعات القوانين والقرارات اللي هتخرج لتفعيل الحزمة الحماية الاجتماعية اللي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسبوع الماضي في المنيا. وبالتالي الحقيقة النهاردة ناقش مجلس الوزراء كل القوانين اللي هتم من خلالها تفعيل هذه الحزمة الكبيرة جدا اللي أطلقها فخامة الرئيس، فيما يخص طبعا التعجيل بزيادة المرتبات والعلاوات، وتبدأ من 1/4 أو 1 إبريل الشهر القادم، وأيضا أن يكون هذه الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل طبعا واحد من العاملين في الدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتبقى 3500، والدرجة الثالثة 5000، الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه، زيادة المعاشات ب 15% برضو بدءا من 1/4، زيادة القيمة المالية لتكافل وكرامة أيضا بنسبة 25%. فالحقيقة يمكن احنا كان طول يعني الفترة، لان احنا كنا بنناقش بالتفصيل القوانين والقرارات الخاصة بتفعيل هذه الحزمة ان شاء الله. وانا يمكن عايز اقول بس ان هذه الحزمة، حدد حضراتكم الارقام، ان احنا كلفة هذه الحزمة على الدولة هتبقى في السنة 150 مليار جنيه. يعني تفعيل هذه الحزمة هتبقى قيمتها 150 مليار. ولكن كمان عشان احنا هنبدأها من 1/4، يعني بنضيف كمان 3 شهور إضافية في حدود 40، يبقى الإجمالي بتاع هذه الحزمة 190 مليار جنيه الدولة بتحطهم علشان يعني تنحاز للمواطن وزيادة دخول المواطنين وأصحاب المعاشات، وأيضا زيادة معاش تكافل وكرامة. أنا عايز أقول إن 150 مليار اللي هم التكلفة السنوية دول، عشان نبقى عارفين طفنتتهم ايه، 95 مليار هتبقى لحزمة زيادة الأجور والحد الأدنى وموضوع تكافل وكرامة، و55 مليار لزيادة المعاشات. فالاتنين مع بعض بيدلنا 150 مليار. وبالتالي لما نزود عليهم الثلاث شهور الإضافية يبقى احنا بنتكلم في حدود 190 مليار جنيه. دي الدولة المصرية إن شاء الله بتفعلهم اعتباراً من 1 إبريل القادم. لكن يمكن كمان أنا حابب أن أنا أقول أن الدولة المصرية على مدار الأزمة العالمية وما زلنا بنتحمل جزء كبير جداً من العبء نتيجة لزيادة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعلى الأخص هنا أنا بتكلم على القمح وأيضاً السلع التموينية وأيضاً المواد البترولية اللي احنا ما زلنا بندعم جزء كبير جدا منها. هنا بتكلم على الأخص على موضوع السولار وعلى موضوع أنبوبة البوتاجاز. أنا حدي لحضراتكم بس رقمين. إحنا كان محطوط في الموازنة أرقام محددة لسواء للدعم السلع التموينية والخبز وأيضا للمواد البترولية. أنا عايز أقول بس إن هذا العام نتيجة للارتفاعات الكبيرة هيبقى هناك عبء إضافي للسلع التموينية والخبز 54 مليار جنيه برضو الدولة المصرية بتتحمله، وحيكون هناك عبء إضافي للمواد البترولية وتحديدا السولار وأنبوبة البوتاجاز
هيصل إلى ما يقرب من 45 مليار جنيه. لما نجمع الاثنين احنا بنتكلم في 100 مليار جنيه اخرى الدولة المصرية بتتحملهم عن المواطن. دي كلها الحقيقة اجراءات احنا يعني في اطار الحرص الشديد على موضوع الحماية الاجتماعية ومساندة المواطن المصري في هذه الظروف الصعبة. احنا يعني كحكومة اتخذنا هذه الاجراءات طبعا بناء على توجيهات سيادة الرئيس. فاحنا مش فقط بنتكلم على حزمة بنتكلم عليها ب 190 مليار، لكن بس انا حبيت اذكر انفسنا ويبقى كلنا عارفين ان هناك عبء اضافي غير الارقام اللي كانت محطوطة اصلا للدعم السلع التموينية. يعني على سبيل المثال حضراتكم عارفين ان تموين الخبز كنا بنتكلم في 97 مليار، هنضيف عليهم 54 مليار اخرى. انا بس عشان قد ايه احنا بنحاول بقدر الامكان في مدى الظروف الصعبة اللي موجودة، والدولة المصرية مدركة هذا الموضوع وبنتابع نبض الشارع وعارفين المواطن المصري بيتحمل قد ايه، ولكن الدولة المصرية بقدر امكانياتها وبقدر استطاعتها بتحاول ايضا انها تساعد في هذه المرحلة الدقيقة اللي بنأمل ان شاء الله انها تنتهي في اسرع فترة ممكنة. فدي كلها الحقيقة كنت حابب ان انا يعني ان انا احيط حضراتكم بيها. ويمكن هناك ايضا كان خبر مهم جدا لدعم الصناعة والزراعة. حضراتكم تتذكروا ان احنا كنا اطلقنا مبادرة لان يبقى هناك سعر فايدة 11% فقط للخاص بقطاع الصناعي والزراعي، وبالفعل يعني انهينا كل الاجراءات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة، واعلن البنك المركزي منذ امس بدء تفعيل هذه المبادرة المهمة جدا لقطاعي الصناعة والزراعة. فالحياة دي كلها اخبار انا حبيت ان انا اؤكد لحضراتكم عن حرص الدولة واستمرارها في دعم القطاعات الانتاجية وفي تفعيل وتعظيم موضوع الحماية الاجتماعية. لان انا قلت لحضراتكم ان الموازنة الجديدة اللي هي العام 23-24 هتبقى بتنحاز في الاساس لموضوع الحماية الاجتماعية، وهتبقى اغلب يعني مخصصاتها تروح لبند الحماية الاجتماعية في خلال المرحلة القادمة. فعشان كده انا حبينا طبعا ان احنا نسرع باقرار القوانين الخاصة باطلاق الحزم اللي اعلنها فخامة الرئيس. الحقيقة نيجي بقى للموضوع الحقيقة اللي النهاردة انا موجود فيه وسعيد بتواجدي فيه بحضركم بصحبة عدد من المستثمرين وشركات الاستثمار العاملة في مصر، وهو حرص الدولة على حل مشاكل المستثمرين اللي كانت موجودة وما زالت موجودة أيضا على الأرض. والحقيقة يمكن حضركم تتذكروا أن يعني كان هناك قرار بأن تنشأ وحدة لحل مشاكل المستثمرين، والوحدة دي تحت إشراف المباشر برئاسة مساعد أول رئيس الوزراء وعضوية رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وكل الجهات السيادية والرقابية اللي موجودة في الدولة، علشان ناخد قرارات سريعة وحاسمة في حل مشاكل الاستثمار اللي موجودة في الدولة المصرية بالإضافة إلى الآليات الأخرى اللي موجودة. ويمكن إحنا كنا حريصين إن إحنا يعني بقدر الإمكان نعلن عن هذه الوحدة ونحاول إن إحنا نشجع كل المستثمرين ان هم يتقدموا عليها. وايضا بالاضافة لده يعني اطلقنا بوابة الكترونية لنفس الموضوع علشان اللي مش عايز يجي ويتقدم بصورة مباشرة يقدر من خلال هذه البوابة ايضا ان هو يتقدم بمشكلته. احنا من ساعة ما بدأنا هذا الموضوع تلقينا 1615 شكوى. تم الحقيقة البت في 1260 شكوى منهم، يعني 80% منهم خدنا فيهم قرارات نهائية. الألف 260 شكوى دول منهم 1000 قرار اللي احنا بتنا فيهم، منهم 1000 شكوى طلع القرار لصالح المستثمر. فيعني انا بس حبيت ان انا اقول لحضراتكم التحرك اللي احنا بنشتغل عليه. الوحدة دي بتجتمع بحد اقصى كل اسبوعين، احيانا بتجتمع كل اسبوع، فيها كل الجهات. وانا بنتهز الفرصة أنا أوجه لكل الجهات المشاركة في هذه الوحدة الشكر والتقدير على استجابتهم وعلى سرعة اتخاذ القرارات عشان نقدر إن إحنا يعني نحيل وناخد قرارات إيجابية فيما يخص مشاكل. وأنا هقولها لحضراتكم بمنتهى الأمانة، بعض هذه المشاكل كان ممكن يبقى يعني بقالها سنوات، يعني كانت موجودة في خلال سنوات
وكنا لازم ناخد فيها قرارات حاسمة علشان نقدر ان احنا نحل مشاكل الاستثمار وندي الرسائل الإيجابية ان الدولة المصرية منفتحة في هذا الصدد. انا عشان ما طولش على حضراتكم، يمكن انا مرة اخرى احنا بنشره في الحقيقة بوجود عدد من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين معانا، ويعني اسمحوا لي واستأذنكم يعني لان طبعا انا عارف ان ممكن يكون عندنا اسئلة كثيرة، ولكن قبل ما افتح المجال للاسئلة ان احنا ندي الفرصة للشركات انها ايضا يعني تشرح لنا برضو الموقف بتاعها واستثماراتها والمشاكل اللي الحمد لله قدرنا ان احنا نحلها. يعني ندي المجال لرؤساء الشركات ان هم يتكلموا ونستمع اليهم، وبعد كده طبعا ناخد مجموعة من الاسئلة من حضراتكم. تفضل. Excellency, thank you very much for providing me this opportunity of addressing this august gathering. I am the chairman of TCA San Mar Chemicals, a company operating in Portsai, an Indian based company. So $1.5 billion of investment so far, and we have established capacities in for production of caustic soda, PVC and calcium chloride, which is the largest not only in Egypt but the entire Middle East North Africa region. We are not stopping here. We are planning to do further investment, increase the PVC capacity from 400,000 tons to 500,000 tons in the first phase and to 600,000 tons in the second phase, because we believe that this country needs a lot of PVC thanks to several of the development initiatives, infrastructure investments government has addressed in the recent past. And not only this country has got an excellent FTAs developed with all the neighboring, so it's a one market for us. So it's a hugely deficit market. So we want, we always try to see how we can capitalize on this, honestly. And Excellency, I also thank your government for several of the initiatives taken by your government. And particularly coming to the investors' issues, no department in the ministries have laid back. They have always come forward to support the industry, certainly. And I'm an example where TCA San Mar has, in the last 1 year itself, benefited by several schemes, including the export incentive, correcting the distorted duty structure which was there, and also completing several of the assessments which were pending for almost 15 years. So all those things have been done. Go to demonstrate that the government cares for the investments, and we are here. In fact, we consider ourselves as the brand ambassadors of this country. When we go to talk to about the investments, what we have here, we talk in a good manner in India and other places, and people are waiting to come and invest here. And I'm very sure that this is going to happen in the next couple of quarters. So this is where we are. And I'm also elated when President Abdul Fattah Sisi visited India to participate as a guest of honor for the 26th of January Republic Day function. We had the opportunity of having a one-on-one with him. And the comment he gave was that, I know you are a long-term player. So that goes to say that the country respects the investors and the investments. Thank you very much. Thank you. I appreciate this. Thank you. تفضلوا استاذن حضراتكم، يعني يا ريت في دقيقه على اساس يعني عشان ندي الفرصه لكل الزملاء انهم يتكلموا. تفضل. شكرا فندم للدعوه الكريمه. انا احمد مجدي، رئيس شركه سوموتومو الكتريك ايجيبت. الشركة للأسف الحمد لله رب العالمين كانت بتواجه مشاكل قبل 2017. ابتداء من 2018 احنا قعدنا مع سيادتك وعملنا بروتوكول احنا نتوسع في مصر، وقدرنا، كان عندنا مصنع واحد بس في بورسعيد قوام تقريبا 3000 عامل. احنا من 2018 حتى اليوم قدرنا نطلع ل 12000 عامل، عملنا 7 مصانع تانيين متوزعين، 5 مصانع جوه بورسعيد، مصنعين في 6 اكتوبر ومصنع في العاشر من رمضان. صادراتنا نمت من 75 مليون في نهاية 2018 لحوالي $250 مليون سنويا في نهاية 2022، واحنا النهارده الحمد لله لسه متكرمين من اسبوعين كتاني اكبر شركة مصدرة لجمهورية مصر العربية، واكبر شركة مصدرة للبراندات العالمية، واكبر شركة مصدرة من المناطق الحرة في مصر. ان شاء الله بالدعم بتاع سيادتك في نهاية الربع الاول من 24 هنكون بنفتتح أكبر مصنع لسوموتومو في العالم في العاشر من رمضان على مساحة 150,000 متر، والمصنع ده لوحده هيوفر 10,000 فرصة عمل، وهيبقى حجم صادراته السنوية حوالي $500 مليون سنويا. فشكرا جزيلا على الدعم. شكرا. أنا رؤوف توفيق، العضو المنتدب لشركة الدهرة مصر.
شركة الدهرة شركة زراعية، عندنا تواجد في توشكا شارع العوينات وفي الصلاحية. هي شركة إماراتية عندها تواجد في أكثر من 16 دولة. مساحات المزروعة عالميا بنتكلم في حوالي 400,000 فدان، في مصر 55,000 فدان. وطبعا احنا في الفترة اللي فاتت كان في شوية مشاكل خاصة بالأراضي وتسجيل الأراضي، وده في طريقها للحل، وبنتطلع للاستثمار بشكل كبير في الزراعة في مصر، وطالبين ان احنا ناخد مساحات ممكن توصل ل 250,000 فدان ما بين توشكا وما بين مشروع مستقبل مصر. النهاردة احنا اكبر مستثمر موجود في توشكا، المساحة المزروعة حاليا 20,000 فدان، منتجات استراتيجية، بننتج قمح وذرة وأعلاف. النهاردة احنا زارعين أكتر من 24,000 فدان قمح، وكله إن شاء الله هيتورد لكم. شكرا. محمد فيصل، ممثل عن شركة مجموعة الغانم الزراعية. مجموعة الغانم هي استثمار كويتي، احنا بنعمل أحدث صوبة زراعية مميكنة على مستوى العالم وعلى مستوى مصر والشرق الأوسط. الصوبة دي تقريبا مساحتها 10.5 فدان، بتمكننا من زراعة أكثر من 48 منتج في نفس الوقت. الزراعة عندنا 365 يوم، الإنتاج عندنا يومي، حجم الإنتاج يوميا من 5-7 طن يوميا. بنقدر ننتج أكثر من 48 منتج من المزروعات الورقية والأعشاب. الحجم المنتج بتاعنا إن شاء الله كله هيكون 80% منه تصدير. طبعا احنا عارفين المشاكل اللي بتقابلها مصر والعالم كله في ندرة المية. بنستخدم احدث انواع التكنولوجيا في توفير كمية المية المستخدمة. الصوبة بتمكننا من توفير اكتر من 90% من حجم المية اللي ممكن تكون بتستخدمها الزراعة التقليدية. المفروض ان شاء الله كان في البدء احنا مشروعنا من 2019، في الحقيقة قابلنا العديد من المشاكل، من تراخيص الارض، استخراج تراخيص الارض واستخراج تراخيص من وزارة الزراعة وتوصيل المرافق. تواصلنا على طول مع وحدة حل المشاكل المستثمرين. بصراحة كان في تواصل سريع وفعال جدا جدا جدا، كان بيتم التواصل معنا لحد الساعة 11 و12 بالليل يوميا لحل جميع المشكلات. احنا الحمد لله خلصنا معظم المشاكل اللي كانت عندنا، وفي الوقت الحالي احنا في مرحلة التشغيل وبداية الانتاج الفعلي ان شاء الله. شكرا. تفضل. مساء الخير يا فندم. أنا أسامة زكي، الرئيس التنفيذي لشركة رايا إلكتريك، إحدى مجموعة شركات رايا القابضة للاستثمارات المالية. أحب أعرف حضرتك بس عن المجالات اللي إحنا شغالين فيها في شركة رايا. شركة مصرية بتعمل في مصر من 22 سنة. إحنا مدرجين في البورصة من سنة 2005. عدد موظفينا بيتجاوز 15,000 موظف. بنعمل في 12 مجال مختلف. طبعا شغلنا الأساسي في مصر، زائد عندنا أعمال في الخليج سواء في السعودية أو الإمارات أو البحرين. عندنا أعمال في نيجيريا، وعندنا توسعات في شرق أفريقيا، واستثمارات إضافية موجودة في بولندا. لو هنبص على المجالات اللي احنا شغالين فيها، عندنا يعني نموذج لشركات رايا. في شركة رايا للنظم المعلومات والمراكز تعهيد البيانات الديتا سنترز، رايا لخدمة مراكز الاتصال، عندنا يمكن قطاع للفاينانشال انكلوجن، أمان لمجموعة شركات أمان سواء للتمويل متناهي الصغر أو المدفوعات الإلكترونية أو التمويل الاستهلاكي. ده بالإضافة ان احنا من 10 سنين قررنا نخش المجال الصناعي. كانت الرؤية بتاعتنا واضحة ان احنا عايزين نجيب صناعات غير تقليدية لمصر، ولو دخلنا في أي صناعة لازم نسبة المكون المحلي بتاعها تبقى نسبة عالية وبجودة منافسة، بحيث ان احنا نفتح أسواق للتصدير. من 10 سنين جبنا صناعة مميزة جدا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، صناعة إعادة تدوير مخلفات البلاستيك لإنتاج مادة معاد تدويرها بتسمح بإنتاج عبوات غذائية بكامل السلامة للمنتج. يعني أنشأنا مصنع في 2017 لإنتاج الخضروات المجمدة بطاقة إنتاجية 40,000 طن، بنصدر 90% من إنتاج أوروبا والشرق الأوسط. ومن 3 سنين دخلنا إنتاج الأجهزة المنزلية، شركة رايا إلكتريك باستثمار 300 مليون جنيه. يمكن حتة إن إحنا عايزين ننتج بداية من إنتاجنا منتج بنسبة مكون محلي تزيد عن 60%، هي دي كانت المشكلة اللي واجهتنا. أخذنا رخصة سجل صناعي مؤقت ودراسة مكون محلي مؤقتة. جينا نستورد المكونات اللي بنجيبها من بره، الجمارك قالت لنا لازم ندفع قيمة جمركية للمنتج التام اللي هي 60% على سبيل الأمانة، ونستردها بعد استكمال الإجراءات.
المصنع اشتغل ونزلت علينا اللجان وخدنا السجل الصناعي الدائم وكل الورق تمام. جينا نسترد الفلوس قالوا لنا يعني اخذت وقت طويل حوالي 9 شهور لسنه. توجهنا لوحدة دعم المستثمرين بصراحة الـ كانوا يعني سرعة في الأداء بطريقة جامدة قوي. الحمد لله الموضوع خد 3-4 شهور استردينا المبلغ كله. احنا عندنا خطة توسعية دلوقتي ان احنا المصنع الاولاني باستثمار 300 مليون جنيه لانتاج مكيفات الهواء المنزلية للعديد من العلامات التجارية اللي عاملة في مصر سواء المحلية او العالمية. وبندعو سيادتك ان انت تزورنا في المصنع. مصنع مصري 100% اعلى تكنولوجي في صناعه اجهزه التكييف. نعرض على حضرتك برضو الخطه التوسعيه بتاعتنا في المجال ان شاء الله. شكرا. Thank you very much, Mr. the Prime Minister. I will do it in English. I'm Ladilia from Decathlon Company, French company selling sport goods in Egypt. We have today 6 stores in Egypt and we have 3 factories. We export about $100 million every year to mainly to Europe to benefit from the customs duties exemption. My question is very simple today. We're exporting $100 million to Europe and we are importing about $5 billion. We know that we are facing some challenges in terms of shortage of the currency. Is how to get a special exemption to have the import goods through the approval from the central bank. فندم رامي مكاوي شركة السياسه خدمه البيئيه واشغال البحريه، شركه متخصصه في اداره السفن والمرحلات البحريه. كان عندنا بعض المشكلات مع الهيئه المصريه لسياسه الملاحه البحريه في تطبيق بعض القرارات الوزاريه نظرا لرغبتنا في التطوير والاشتراكات الموجوده القديمه وعدم تطبيقها لبعض الاشتراطات. تقدمنا بالعديد من الشكاوي من وحده الاستثمار والحمد لله كان في حلول سريعه واستجابه والوضع الحمد لله احسن كتير. فاكرين في اي تعليق؟ اهلا يا فندم مساء الخير، شكرا على الدعوه الكريمه. انا رضا عبد الفتاح الضبع، مدير شركه الفلاح للخرسانه الجاهزه، احدى شركات مجموعه الفلاح القابضه الاماراتيه. شركه تاسست في مصر باستثمارات اماراتيه وعندها استثمارات في دول الخليج وفي المغرب ودول اخرى. احنا هي طبعا مجموعه شركات بتتخصص تقريبا في اكثر من 50 نشاط. كانت اول استثماراتها في مصر في مجال الخرسانه الجاهزه. واجهتنا مشكله مع مصلحه الجمارك. تقدمنا بشكوى لمكتب معاليك. الحقيقه كان شيء مبهر المهنيه العاليه جدا في التعامل على المستوى الفني والمستوى القانوني والسرعه كانت ملفته للنظر. فشكرا موصول لسيادتك وللفريق. شكرا. محمد الصيحي الرئيس التنفيذي لشركة النمرية لإنتاج البزون وبسيد وعضو مجلس إدارة منتدب لشركة المتوسط لتصدير الحصلات الزراعية. بجهد مشكور من مجلس الوزراء ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار كان في بعض مشاكل تعلمها حضرتك وتم حلها، وده اللي شجع الشركة أنها تعمل تزيد من استثماراتها، وبالتالي أقامت محطة من أكبر محطات تصدير الخضار والفاكهة في كيلو 68 طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي، وبدأت حاليا من أسبوع الحمد لله تبدأ تصدر بعض المنتجات خاصة الموالح في دول فرنسا وإيطاليا ورومانيا والهند وبنغلاديش. وحضرتك ده يعني من يعني كان نتاج حل المشاكل اللي حصلت في شركة النوبلية. شكرا جزيلا. شكرا. عمرو الغرياني رئيس تنفيذي شركة اسكندرية لمسبوكات السيارات. احنا بنصدر لشركات صناعة السيارات في ألمانيا. حجم الاستثمار 50 مليون يورو. حجم التصدير عندنا كان حوالي 20 مليون يورو في وقت سابق. يعني حاليا بنمر ببعض المشاكل نتيجة للعملاء بره في أوروبا، يعني عندهم بعض التحديات. كنا جبنا خط إنتاج جديد باستثمارات كبيرة جدا لسه مركبش. من بعد أزمة كورونا رجعنا الحمد لله نشتغل وبدأنا نطلع لقطاعات تانية غير قطاع السيارات. بنصدر لقطاعات المقاولات برضو في أوروبا مينلي. طبعا استفدنا جدا من التعويم، إن التكلفة عندنا قلت جدا وبقينا عندنا ميزة تنافسية. مستفيدين إن المنتجات الصينية في أوروبا وأمريكا عليها بعض العقوبات، إحنا عندنا ميزة إن إحنا في اتفاقية بيننا وبينهم، فطبعا ده عمل لنا ميزة تنافسية جامدة.
كان عندنا أزمة مع شركة الكهرباء نتيجة لجدولة بعض المديونيات، ورجعنا لحضراتكم صراحة كان يعني موضوع مبهر جدا، فبشكر حضراتكم جدا. شكرين. في أي حد آخر موضوع؟ السلام عليكم، محمد جمال ممثل عن جانب مصر شركة دايون إيجيبت موتور، مصنع مقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تابع للمنطقة الاقتصادية. طبعا احنا تأسسنا في 2016، كان هدف الشركة في الأول إنتاج الموتوسيكل والتروسيكل ثم السيارات وسيارات نقل الثقيل والكهرباء لدعم الدولة في مجال الطاقة النظيفة. احنا تأسسنا في 2016 وتمت الإنشاءات في 2019، وتمت مواجهة بعض المشكلات في المنطقة الاقتصادية، منها تم حلها بدعم معاليكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل قواعد استيراد وتصدير تم إصدارها، واللائحة الجمركية للمنطقة الاقتصادية، وده دعم كبير جدا شركات كتير في المنطقة إن هي تنهض وجذب كثير من الاستثمارات. ولكن في الوضع الحالي احنا لم يتم التشغيل بسبب وجود بعض الإجراءات التي نحن بصدد حضرتكم إصدارها، وشكرا جزيلا لدعم سيادتكم. شكرا. طيب أنا أعتقد كده احنا أنهينا الشركات. هنستأذن حضراتكم لو ناخد بعض الأسئلة. تفضلوا. مساء الخير دولة رئيس وزراء عوض الغنام ورسل إكسترا نيوز لدى مقر الحكومة. هو أنا عندي سؤال من شقين. السؤال الأول خاص بطبعا حزمة الدعم الاجتماعي الرائعة اللي تحدث عنها سيادة الرئيس مؤخرا، واليوم كان في بيان من مجلس الوزراء بيشرح بها يعني تفصيليا كيف سيتم ذلك على أرض الواقع. لكن ماذا يا فندم عن القطاع الخاص؟ وتعلم أن العاملين في القطاع الخاص هم شريحة عظمى من المجتمع المصري. هل سيكون هناك دعوة من الحكومة وليس إلزاما للعاملين في للمستثمرين أن يتم رفع أو مزيد من الدعم المادي للعاملين في هذا القطاع؟ السؤال الآخر من نفس الشق أيضا، دوما مع أي دعم تقدمه الحكومة للفئات الأكثر احتياجا، وخاصة في هذه الظروف يظهر معها سؤال مهم للغاية عن احتمالية أن يكون هناك تعويم مرتقب، لأن نسبة الدعم الكبيرة هذه المرة ظهر معها مثل هذه الشائعات، فعاوز من حضرتك رد فعل. شكرا. خليني الأول، الجزء الأولاني كان يخص القطاع الخاص. خليني أقول لحضرتك النقطة دي مهمة جدا. إحنا جزء من الحزمة اللي أطلقها في خامة الرئيس كانت خاصة برفع حد الإعفاء الضريبي، دي يعني موجهة في الأساس للقطاع الخاص، والعاملين في القطاع الخاص اللي هم بيمثلوا أكتر من 76% من قوام القوى العاملة في مصر، إن لما بزود لهم الإعفاء حد الإعفاء الضريبي فعلياً هم بيستفيدوا من هذا الموضوع. ولكن الأهم زي ما حضرتك قلت هو إن إحنا طبعاً من خلال المجلس القومي للأجور إحنا بنجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص وبنشوف معاهم إيه اللي يقدروا يعملوه في إطار إن زيادة المرتبات أو الحد الأدنى. وهو الموضوع زي ما حضرتك قلت وأنا بأكد، هو الموضوع ليس يعني بالقصرا أو جبرا، بالعكس تماما بيبقى بالاتفاق التطوعي. والحقيقة أنا عايز أقول إن هناك عدد كبير جدا من مؤسسات القطاع الخاص بالفعل خدت خطوات في هذا الموضوع وبتاخد في خلال الفترة القادمة. إحنا حريصين كل الحرص على إن القطاع الخاص يستمر بالعمل بأقصى قوة ممكنة، لأن هو المحرك الرئيسي للاقتصاد والمشغل الأكبر للقوى العاملة في مصر، فإحنا مش عايزين نضر بيه. ولكن أيضا هذا الإجراء بيبقى بالاتفاق الحبي مع القطاع الخاص من خلال المجلس القومي للأجور. اللي عايز أتكلم فيه الحتة اللي حضرتك قلت عليها الجزء الآخر وهو قضية التعويم. إحنا كدولة النهاردة أخذنا إجراءات، البنك المركزي لأن هو الأقدر أن هو يتكلم، ولكن بحكم أن أنا كرئيس للحكومة اسمح لي أن أنا أقولها بقدر إمكان. إحنا النهاردة واخدين القرار أن السعر بيبقى بنطبق المرونة في موضوع تحديد سعر الصرف، وبناء عليه إحنا بنعمل هذا الإجراء وإحنا عارفين كويس قوي ومحددين الخطوات اللي إحنا بنتحرك فيها كدولة بالتنسيق الكامل ما بين الحكومة والبنك المركزي. وعشان كده احنا يمكن عشان كده وانا بأكد لهذا الموضوع، وده يمكن للسؤال اللي قالته الزميلة باللغة الإنجليزية، ان احنا كدولة حريصين ان احنا دايما نلبي او نوفي الالتزامات اللي علينا. والدولة المصرية والحمد لله ولله الحمد لم تتأخر يوم عن سداد الالتزامات اللي بالعملة الصعبة عليها،
من أقساط ومن فوائد وكل حاجة للمؤسسات الدولية، وإن شاء الله خطتنا بهذا الشكل. واللي أنا قلته لحضرتك وفي وقت من الأوقات وقلته ليكوا كلكم، إحنا حاطين تصور واضح لموضوع الموارد الدولارية اللي تيجي للدولة المصرية على مدار سنة كاملة، وده هدفه كله. وأنا بقولها للمواطنين إزاي نبقى قادرين نتعامل مع الفجوات أو الفجوة الدولارية اللي موجودة وإزاي نتحرك فيها. فبالتالي ويمكن هنا أنا هستعير كلمة من اللي اتقالت من أحد الزملاء هنا لما قال إن التعويم فاد الصناعة بصورة كبيرة جدا، لأنه زاد من تنافسية المنتج المصري قدام الأسواق العالمية. فهذا الموضوع إحنا يعني الدولة المصرية بتتحرك فيه مرة أخرى، ده اختصاص أصيل للبنك المركزي المصري، ولكن طبعا إحنا عنا على الاستقرار بوضوح شديد جدا، ولكن إحنا زي ما بقول لحضراتكم إحنا ملتزمين تماما بالمرونة في هذا الموضوع طبقا لآليات العرض والطلب، وحنستمر في هذا الموضوع بتنسيق كامل ما بين الحكومة والبنك المركزي. تفضل حضرتك تفضلي وبعديها الزميل. دلوقتي الحكومة مقررة في الموازنة جاية إن شاء الله زيادة الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، فهل هيتم زيادة المنضمين لبرنامج تكافل وقرابة في الموازنة الجديدة؟ وهل هيتم توسيع الشراكة مع مؤسسات التحالف الأهلي علشان نضم فئات محدودة الدخل فيها ولا؟ طيب خليني أقول إحنا زودنا في خلال هذا العام 1,000,000 أسرة جديدة حضراتكم، بس يعني ما ننساش إن يعني مع بداية يعني أو نهاية العام الماضي لما أطلقنا حزمة استثنائية أخرى إحنا طلعنا من حوالي 4.1 مليون أسرة إلى النهاردة 5,000,000 أسرة. فإحنا بالفعل زودنا حجم كبير من الأسر. يعني إحنا بس عشان نبقى واخدين بالنا، لو أنا بتكلم إنه متوسط الأسرة ما بين 4 إلى 5، يعني أنا بتكلم في حدود 25,000,000 نسمة، يعني تقريبا ربع سكان مصر بقوا النهاردة مستفيدين من هذه الحزمة. فدي كانت خطوة مهمة جدا للتوسع في العدد، ولكن الخطوة كمان الأخرى اللي واخدينها النهاردة طبقا لقرار وتوجيهات سيادة الرئيس إن إحنا نرفع قيمة المعاش نفسه، لأن إحنا كنا عارفين ونعي إن الرقم اللي كان موجود مع التعويم اللي حصل والتضخم لازم كنا نرفع هذه القيمة علشان نساعد بها هذه الأسر. فإحنا عملنا الجزئيتين، زودنا الأعداد وكمان زودنا المقرر المالي ليهم، وده يمكن كبرنامج إحنا بقى جزء من الحزمة الرئيسية للحماية الاجتماعية للدولة المصرية. حركوا الطالب السؤال اتفضل. سيادة رئيس الوزراء، يعني بعد إقرار الحكومة للبرنامج الطروحات للشركات 32 شركة، البعض بيقول يعني عايز يعرف متى سيكون الطرح، يعني خلال فترة بسيطة، يعني احنا مش معروف ان احنا ما نقدرش نحط تايم او وقت معين، دي حاجة. الحاجة التانية ان بعض المسؤولين في الحكومة بدأوا يتحدثون عن قطاعات لم تكن مدرجة في ال 32 شركة، يعني احدى الشركات الحكومية مثلا في قطاع الاتصالات وهكذا. يعني شكرا. طيب خلينا اوضح، يعني وانا بشكر حضرتك لهذا السؤال، يعني خلينا اذكر حضراتكم لان احيانا يمكن بنبقى يعني تصريحات يعني بننساها. احنا قلنا لما اطلقنا هذا البرنامج انا قلت 32 شركة، بخلاف هناك ان هناك شركات اخرى مرشحة انها كمان يتم طرحها. اذكر حضراتكم تحديدا انا قلت هذا الكلام، وقلت ان هذا الموضوع هيستمر لمدة عام حتى نهاية الربع الاول من 2024، مع مستهدف ان على الاقل 25% من هذا العدد يخلص في اول 6 أشهر. فده شيء مهم جدا ان احنا ناخد بالنا. ولكن انا قلت هنا حاجة مهمة، وهي ايه؟ ان قلت ان دول الشركات اللي ما نطلق عليه طرح اولي. كلمة طرح أولي يعني بتطرح لأول مرة، سواء لمستثمر استراتيجي أو تطرح في البورصة. فدي ال 32 شركة اللي يعني أسس يعني الإفصاح، ما فيش أي ضرر إن أنا أقول إن إحنا هنطرح هذه الشركات. لكن إحنا كدولة ممكن نطرح حصص من كطرح ثانوي من شركات بالفعل مقيدة في البورصة، ولكن هذه الشركات ما نقدرش ان احنا نفصح عن توقيت ولا اسماء.
لان ده لازم بيتعمل كقواعد الاحترافية. الكلام ده بيتعمل بدون اعلان، فده انا بس حابب ان انا اكد عليه عشان ما يثارش ان انا بنقول انت ايه ده، ده احنا بنسمع ان في بعض الشركات ممكن تطرح ما كانتش في الاثنين وتلاتين. تاني انا باكد حاجتين، ان الشركات اللي بالفعل موجودة والدولة ممكن انها تعمل فيها طرح ثانوي لا يتم الاعلان عنها، دي بتبقى بتنزل في اي وقت طبقا للتوقيتات المناسبة، وانا باكد ان لدينا النية لعدد من هذه الشركات. الجزء الاخر انا قلت ان من الوارد ان يبقى عندنا غير الاثنين وتلاتين شركات اخرى، وانا باكد لحضراتكم يعني من الوارد ان حضراتكم تسمعوا في خلال الفترة القادمة ان احنا حصل اتفاق على شركة او اكثر ما كانتش موجودة في هذه القائمة. ودي مرة اخرى انا باكد احيانا هناك بتبقى بعض الاتفاقيات من الافضل وفي مصلحة الجميع انها تتم في اطار من السرية وعدم الاعلان لغاية لما تتم هذه الاجراءات، فانا باكد على هذه النقاط. لكن انا عايز اقول لحضراتكم عشان بس نحط يعني الامور بوضوح، هناك كيانات عملاقة زي البنوك زي شركات التأمين وبعض الشركات الصناعية الكبيرة اللي حجم هذه الشركات بيتخطى 300 و400 مليون دولار. هنبقى في هذه الشركات احنا متحركين الأفضلية للمستثمر الاستراتيجي، وده اللي انا بأكد عليه ان المستثمر الاستراتيجي هنبقى هو الأفضلية للحاجات الكبيرة ان هو يدخل معانا، لانه اولا بيدخل بيعظم من قيمة هذا الأصل زي ما قلت، ممكن بيدخل في زيادة رأس المال، بيقدر ان هو يضخ ويعظم من اصول الدولة في هذا الموضوع، فانا بأكد هذا الكلام. فبالتالي بيبقى الكيانات الكبيرة هيبقى الاساس والافضلية للمستثمر الاستراتيجي، مع ممكن ان احنا بنطرح جزء منها بعد كده في البورصة للمواطنين المصريين، وبقية الشركات كلها هيبقى ليها الاليات الاخرى المختلفة. ولكن خليني اقول لحضراتكم الدولة المصرية وانا بعلنها ان احنا بالنسبة هيبقى هناك عدد من هذه الشركات الكبرى اللي هي برضو حجمها كبير، هيتم الاستعانة باستشاري طرح عالمي عشان هو اللي يدير هذا الموضوع، لان دول بيبقى عندهم القدر الاكبر من الاحترافية والقدرة على الوصول للاسواق العالمية في كل انحاء العالم، وده اللي هو يمكن ان شاء الله باذن الله هيبقى بنتحرك فيه وحنعلن عنه تباعا على الاستشاريين العالميين اللي هيتولوا إدارة طرح الكيانات الكبيرة، مش كل الكيانات، لأن لدينا أيضا استشاريين محليين على قدر عالي من الاحترافية، ولكن إحنا كده بتكلم في الكيانات اللي هنستهدف طرحها في الأسواق العالمية عشان تجيب للدولة المصرية أعلى عائد. كنت عايزة أسأل معليك إن هو في ضوء طبعا اهتمام الدولة بالصناعة وتوطين الصناعة، ويمكن خير دليل موجود قدامنا وجود عدد من المستثمرين، وده دليل على دعم الدولة للمستثمرين، هل في خطة لدى الحكومة لإعادة تقييم بعض المصانع أو عدد من المصانع اللي بتساعد في زيادة الجزء الاهتمام بالجزء الصناعي؟ الحاجة الثانية، هل في خطة مثلا بتضعها الحكومة لتحفيز الشباب أكتر على الاتجاه للصناعة؟ طيب خليني أقول لحضرتك، إحنا النهاردة يعني الدولة احنا في اجتماعات متوالية لموضوع تحفيز الصادرات ودعم وتعميق الصناعة المصرية، وبالفعل احنا مختارين النهاردة عدد معين من الصناعات اللي بالفعل تم اختيارها، ولغاية لما يعني هنعلن في خلال الفترة القادمة هنستهدفها بحوافز استثنائية في خلال الفترة الجاية. هدف هذه الصناعات انها على طول هتخصم من فاتورة الاستيراد بتاعنا، وهنحط لها يعني الحقيقة حزمة استثنائية جدا من الحوافز، بحيث هيتم اقرارها ان شاء الله في خلال الفترة البسيطة جدا القادمة ونعلن عنها، علشان تساعد على موضوع تشجيع اكبر لقطاعات محددة وبعينها ومختارينها بالفعل، يعني حجمها كده كبداية بتوفر لنا من ما بين 10 الى 15 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية، فدول تحديدا هيبقوا موجودين وبنتحرك فيهم. موضوع تشجيع الشباب بالتأكيد، والنهاردة يمكن اللقاءات مع جهاز مشروعات صغيرة ومتوسطة وأيضا مع البنوك في عمل برامج يعني تمويل ميسر ليستهدف الشباب أو الشركات الناشئة، خلينا نقولها بهذا الشكل اللي معروف عنها باللغة العالمية الستارت أبس،
دول هيبقى الحقيقة مستهدفين بصورة كبيرة جدا في خلال الفترة الجاية. دولة رئيس مجلس الوزراء، يمكن ملاحظ من حضرتك اهتمام حضرتك بالاستثمار وبوحدة حل مشاكل المستثمرين. المستثمرين الموجودون هنا يا فندم لديهم هم وغيرهم من الخارج لديهم يعني رؤية أو ماذا عن رؤية الدولة المصرية للسياسة الضريبية التي سوف تقرها الحكومة المصرية؟ خليني أؤكد لحضرتك، ويمكن أنا قلتها قبل كده، إحنا السياسة الضريبية المصرية النهاردة وأنا بعلنها هي الاستقرار الضريبي، علشان أي مستثمر النهاردة يدخل يبقى مطمئن إن هناك ثبات في أسلوب المعاملة الضريبية، وده أنا بأكد عليه. والنهاردة يمكن الحقيقة واحد من القوانين اللي الحقيقة نوقشت جوه مجلس الوزراء كانت بتتكلم على تيسيرات ويعني حاجات كثيرة جدا تشجع لمزيد من الاستقرار والتيسيرات الضريبية، وحاجات كان طلبها بالفعل الحقيقة الشركات، سواء الشركات المصرية أو الشركات الأجنبية اللي بتستثمر في مصر. فأنا بأكد على هذا الموضوع، الموضوع الخاص بالسياسة الضريبية إن شاء الله هو استقرار واتجاه للتيسير الأكثر في خلال الفترة الجاية بإذن الله. خليني أخد سؤال أخير وبعد كده يعني بستأذنكم يعني إن احنا ننهي المؤتمر. تفضل. أحمد عيسى، بوابة الأخبار اليوم. في شائعات كتيرة ظهرت الفترة اللي فاتت، فكنا عايزين نسأل من حضرتك توجه للمواطنين بخصوص يعني في كذا حد بيطلع بيتكلم في أزمة رز يقول لك في مصانع بتقفل، فكنا عايزين نسأل من حضرتك توجه. أشكرك على هذا السؤال، وخلينا أقول لحضراتكم إحنا يعني الدولة المصرية يمكن زي دول أخرى بتتعرض لما يطلق عليه حروب الجيل الرابع والخامس، ويمكن سيادة الرئيس اتكلم على هذا الموضوع وقاله أكثر من مرة في أكثر من تصريح لكل المواطنين المصريين، إن يعني إن إحنا أي يعني خبر أو إشاعة بتطلع لازم الأول يعني نعقل الخبر ونتأكد ونقيمنا إحنا كأفراد، نقيم كأفراد مدى معقولية الكلام اللي بيتقال من عدمه، لأن أحياناً وده اللي يعني ممكن بيبقى أحياناً بنقع فيه كلنا، إن مجرد أي خبر بيحصل بنبدأ كلنا نشير زي ما بنقول الخبر، وبالتالي مجرد يبقى خبر طالع أو إشاعة فجأة في خلال فترة وجيزة نلاقي بقت كل يعني مئات الألوف بل والملايين بيتناقلوها، ودي خلينا أقولها تاني مرة أخرى، ده جزء من الحروب الحديثة، ده جزء من حروب الجيل الرابع، إن النهاردة إزاي يبقى فيه دائما إعطاء، أنا عايز أقولها بمنتهى الشفافية، دائما إعطاء انطباع بالإحباط والسلبية جوه الشعوب وإن خلق هذه الروح. طيب غير ان ده دورنا كمواطنين ان احنا نعقل هذا الموضوع، احنا بنتحرك كدولة، وحضراتكم اكيد بتتابعوا احنا ما فيش تقريبا بيبقى اليوم اللي بتطلع فيه الاشاعة بنبقى في نفس اليوم بنرد من خلال الحقيقة المركز الاعلامي كل الاليات المختلفة اللي احنا بنعملها، وبنطلع وبنتكلم وبنشرح ان هذا الكلام ليس سليما وليس صحيحا، ولكن زي ما بنقول حضراتكم هذه الظاهرة بتعاني منها دول كثيرة جدا وليست مصر فقط، ولكن هو دورنا ان احنا النهاردة من خلال اليات كثيرة ان احنا بنحاول نرد فورا على هذه الاشاعات ونوضحها بصورة كبيرة عشان يبقى المواطن دايما مطمئن. انا حابب بس ان انا اختم يعني هذا المؤتمر، وبعتذر اذا كنا طولنا على حضراتكم، بحرص الدولة المصرية النهاردة كل شغلنا الشاغل في هذه الازمة الغير مسبوقة الحفاظ على استقرار الدولة، تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، التخفيف بأقصى قدرة ممكنة للدولة عن على الأعباء المالية الكبيرة اللي احنا مدركين تماماً المواطن النهاردة بيتحملها، وإزاي ان احنا بنحاول بقدر الإمكان لما بيحصل حتى نقص في سلعة محددة ان احنا نضع حلول على طول وعاجلة، سواء من استيراد بصورة مؤقتة لبعض الكميات علشان تحدث التوازن، أو حل بعض المشاكل اللي بتبقى موجودة على الأرض عشان نتعامل فيها. جماعة احنا بنشتغل في ظروف غير طبيعية،
وكل يوم بيبقى فيه مستجد غير طبيعي واستثنائي، وعايز أقولها لحضراتكم ما بيبقاش ليه حلول نمطية معروفة، فبيبقى لازم إن إحنا نتعامل بسياسة التعامل مع أزمة مفاجأة وغير مسبوقة ونجد ليها الحلول العاجلة. فده إحنا بنتحرك كدولة، ولكن أيضا في نفس الوقت بنتحرك شكل اقتصادنا هيبقى إيه في خلال السنتين والثلاثة الجايين، وإيه القرارات وإيه الحزم اللي نطلع بيها علشان نضمن إن الدولة دي تستمر في النمو. مصر دولة كبيرة 105 مليون نسمة وبتزداد كل سنة حوالي 2 مليون، فكل استهدافنا إزاي نوفر فرص عمل لشبابنا، إزاي الاقتصاد يظل في النمو، إزاي نحافظ على استقرار الدولة المصرية، وده اللي احنا بنشتغل عليه كدولة. ما بنشتغلش فقط بسياسة رد الفعل وإطفاء حرائق، وده جزء من مهمتنا نتيجة للظروف الغير طبيعية اللي احنا موجودين فيها، ولكن أيضا بنشتغل على خطة واضحة نتحرك فيها للدولة المصرية نضمن بيها استمرار النمو. أنا بشكر حضراتكم جميعا، شكرا شاكرين، وبشكر مرة أخرى المستثمرين اللي حضروا معنا النهاردة. مشاهدينا من العاصمة الإدارية الجديدة، كنا نتابع هذا المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الذي تحدث عن جهود الدولة المصرية في تشجيع المستثمرين وحل مشاكلهم، وأيضا تحدث عن إنشاء وحدة تكون تابعة للإشراف المباشر لرئاسة مجلس الوزراء بعضوية مؤسسات السيادية والرقابية لحل مشكلة المستثمرين. أيضا تحدث عن إنشاء منصة إلكترونية وموقع إلكتروني لاستقبال كل مشكلات المستثمرين، المحاولة في حل مشكلاتهم بشكل سريع. تحدث أيضا دولة رئيس مجلس الوزراء عن أن الدولة المصرية التزمت وستلتزم بسداد كل المستحقات الدولارية، وأن الدولة لديها الخطة السنوية للتعامل مع الفجوة الدولارية. كما تحدث أيضا عن تضمين حوالي 25 مليون مصري في برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية. أيضا تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء عن تحرك الدولة بالرد عن الشائعات من خلال مختلف الآليات، وتحدث عن أن هذه هي ظاهرة عالمية ليست فقط مصاب مصري وحسب. كما تحدث أيضا في هذا المؤتمر الصحفي عن كلفة برامج الحماية الاجتماعية التي تكلف ميزانية الدولة سنويا 150 مليار جنيه، ذلك لتفعيل القرارات الخاصة التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية في افتتاح مدينة المنيا الجديدة بزيادة المرتبات والأجور وأيضا تكافل وكرامة وأيضا زيادة المعاشات. كما تحدث عن المواد الأساسية التي تقوم الدولة بدعمها من قمح أو مواد بترولية، أيضا ستكلف ميزانية الدولة السنوية نحو 100 مليار جنيه. كانت هذه أبرز التصريحات التي قام رئيس مجلس الوزراء بالتصريح بها في هذا المؤتمر الصحفي.